لا والله مرة حلو، حتى ما بزيد من بس خفيف، نزيد مرة حلو خلاص شكلي بعتمد والله. يصير إذا حبيته خلاص أبدأ أستخدمه. المهم نقوم نرتب الأغراض وبسم الله. حبيت أشارككم إيش اشتريت وإيش اشتريت. وبسم الله هذه الأشياء اللي اشتريتها. هذا ولدي حبيبي. وبسم الله. الجبنة هذا مرة حلو، يعني سيل بوك وزي كذا طعمه، حتى طعمه حلو بس صناعة باكستانية، فحبيت والله مرة طعمه حلو، يعني زي الجبنة ذيك ما تفرق. كنت استخدم الحفايض هذه مرة روعة والله، كأنها بمبز يعني مرة حلو، مواصفاتها مرة حلو، حبيتها مرة أكثر من البامبرز، لأنه صراحة بامبرز غالي وفي النهاية يعني بس ينفع للصغار، يعني والله أنا أعتقد إنه من 6 شهور خلاص حلو، يعني حلو إنك تستخدم البامبرز وبعدها تغيري تجربي على حسب الحفايض اللي تعجبك وخلاص تستمري. يعني انا الحين اخذت بعد البامبرز استخدمت هذا بعد 6 شهور تقريبا، لا يمكمل 7 شهور، انا اخذت بامبرز، اخذت مومز، حبيت الشركه هذه مره حلوه. وبعدين الحين رحت هناك كارفور وما كان عندهم مومز، وقالت لي عن هذا تقول لي هذا بعد بامبرز يعني مره حلو، هي علمتني مواصفاته ومره حبيت والله، فقلت اجرب وان كان يعني حلو خلاص انا يعني اعتمد. والصراحة انا اخذ هذا بعض الحين اذا مثلا في نص الشهر خلصت الحفايض فاطلب من المحل ب10 ولا ب15 الواحدة اطلب، وبعدين يعني تبقى يعني نادر نادر ما تخلص في ايام الشهر، في وسط الشهر وفي نهاية الشهر، فاضطر اني اطلب من المحل بقالة، ومرات يجيبوا هذه مرة تافهة ما هي حلوة.